مارسيل كولر مصمم على بين رمضان، يقول لك نجيب لك فلان، يقول لك لا بين رمضان. عايز ايه بين رمضان؟ طيب هنعرف كل شيء في حلقة اليوم على بين رمضان وبين شعبان وبين شوال مع الدوت سبورت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دوت سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب الدوت سبورت. حلقه اليوم عندنا خمس اخبار اهم من بعض، فيهم خبر صفقتين لنادي الزمالك بيخلص معاهم بنفسه الاستاذ ممدوح عباس، ثم خبر يفاجئ الجماهير الكره المصريه وبالاخص منتخبنا الوطني، ومحمود عبد المنعم كهربا هل يرحل ام لا، ومحمد علي بين رمضان. قبل ما نخش على الفيديو يا ريت نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. انا مستمر بدعمك وباذن الله تعالى اكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا جاي اتكلم معاك الاول على ثلاث مهاجمين معروضين على النادي الاهلي، من ضمنهم المرشح الاول وهو كارلوس اللي انا اتكلمت عليه في حلقه الامس، بس طالع انا باكد معاك هذا المعلومه اني كارلوس اللي بناكد هذا المعلومه اني صاحب الجنسيه السويديه زي ما قلت لكم بالامس. ومارسيل كولر بيقول لك سيب الناس دي كلها، انا عايز محمد علي بالرمضان. طب عايز محمد علي بالرمضان، والراجل بيتكلم، النادي المجري بيتكلم مع اداره النادي الاهلي بتقول لك محمد علي بالرمضان طالب، النادي المجري طالب 2 مليون دولار كاش. رد عليه النادي الاهلي قال له لا انا ممكن اديك مليون كاش والمليون الثاني اقسطهم لك على دفعتين. قال لك لا انا عايز كاش. طب خد يا ابني نص مش عارف المبلغ ايه. قال له لا اديني كاش. قال له خد دودي سبورت. قال له لا اديني كاش. كل حاجة في المجري عايز كاش. لكن النادي الاهلي زي ما قلت لكم قبل كده في وقت من الاوقات او حلقة من الحلقات ما بيتلويش دراعه، علشان النادي الاهلي اكبر من اي شيء. لكن المصمم في الرأي او مصمم في هذا الكيان في الوقت الحالي هو مارسيل كولر اللي طالب من ادارة النادي الاهلي باي صفة من الاوصاف تجيب لي محمد علي بالرمضان. جماهير النادي الاهلي لما بتعلق على حاجة مش هتسيبه غير لما تجيبه. محمد علي بالرمضان يا عم دودي، محمد علي بالرمضان يا عم دودي، اجيب لك اليكسيس مونتاري، محمد علي بالرمضان، علشان ده هو اللي هيكون المخمخة بتاعت مارسيل كولر علشان محمد علي بالرمضان زي ما قلت لكم يحيى عطية الله واشرف داري مقلوب عليهم، علشان يحيى عطية الله واشرف داري كان في كلام كتير جدا جدا جدا، اللي دول كانوا نجوم الوداد وكان نجم من نجوم الترجي التونسي، وكلام كتير جدا جدا جدا، وبيقول لك ان النادي الاهلي ما بيحبش ولا عايز ياخد حد كمان من الترجي التونسي او من العاصمه التونسيه عامه باي شكل من الاشكال. لكن انا بقول لك ان محمد علي بن رمضان ومارسيل كولر مش هيهدى، مش هيهدى، ولا إدارة النادي الأهلي هتهدى غير لما يكون محمد علي بن رمضان، وخدها مني بضمان التعليق العربي من ملعب الدود سبورت، محمد علي بن رمضان هيكون في الرطوش الأخيرة لو قدر الأسطورة يطلع حتة الكاش شوية وينعنش الدنيا علشان يكون الصفقة مخلصة خلصانة، علشان النادي المجري ما عندوش أي مانع على انضمام محمد علي بن رمضان للنادي الأهلي. لكن هي واقفة على الكتاكيت، واقفة على الدولارات، واقفة على كل شيء يخص محمد علي بن رمضان والنادي الاهلي. إيه؟ سامعين اللي حضرتك بتتكلم وتقول اللي فيه ثلاث مهاجمين؟ طب محمود عبد المنعم كهربا موجود من ضمن المهاجمين، وسام ابو علي الثالث اللي هو لو انضم كارلوس بريدج السويدي، لكن لحد الان مفيش شكل رسمي فهم نظمي لكارلوس، علشان ومحمود عبد المنعم كهربا ما ينفعش يمشي في الوقت الحالي، علشان لو مشي مش هيكون موجود غير
غير وسام ابو علي، وما ينفعش يلعب محمود عبد المنعم، ما ينفعش وسام ابو علي لوحده طول الموسم، لازم يكون في اتنين بدلاء على الاقل، علشان برضه بعض الوقت ممكن يخش بيرسي تاو في حته المهاجم، وغصب عنه مارسيل كولر هيلعبه بعد رفض كولر تماما لبيرسي تاو، وشيء كان من الاشياء المؤكده ان بيرسي تاو كان ماشي ومحمود عبد المنعم كهربا ماشي، لكن كهربا قاعد لحد الان ليحين فرود جديد علشان يرحل محمود عبد المنعم كهربا الى الحزم السعودي، وقرار مارسيل كولر لحد الان كهربا مستمر ومكمل داخل النادي الاهلي. ثالث وهو الخبر اللي انا بصراحه اتفاجئت بيه، استبعاد احمد حجازي من منتخب مصر. ليه؟ علشان وقت ما حجازي كان هيستبدل وينزل اتناقش الجهاز الفني، كابتن ابراهيم حسن، كابتن طارق سليمان، كابتن حسام، كابتن محمد عبد الواحد، الاربعه وكابتن الاربعه كانوا بيتكلموا مع بعض وبنقول، او كابتن محمد عبد الواحد بيقول، او كابتن طارق سليمان بيقول يا ريت يا كابتن حسام حجازي ينزل في الوقت الحالي علشان حجازي يقدر يقفل، علشان ما ننساش ان حمدي فتحي كان بيلعب في مكان احمد حجازي. ورد الراجل احمد حجازي قال له كابتن انا ما قلتش لحضرتك ان انا عايز العب، ومعلش مع احترامي لحضرتك انا مش نازل ومش هلعب، والكره دي بتاعتي وانا هاخد الكره وامشي، والكلام ده كله يا عم حجازي انت مش في سوق الجمعه بتاع اللبس او في شارع بتلعب، انت بتلعب منتخب مصر باسم منتخب مصر، يعني اسم كبير وكيان كبير، لكن كابتن حسام حسن يتم استبعاده ليحين بعد استبعاده من منتخب مصر لوقت من الاوقات اتدخل فيه محمد صلاح ثم محمود حسن تريزيجيه ثم محمد النني، ودخلوا لكابتن حسام معلش يا كابتن الراجل بس كان في حزبه، يعني كان متنرفز او متعصب، وحضرتك وارد ممكن تكون متضايق وتيجي تتضايق علينا مفيش مشكله، احنا اخواتك الصغيرين مفيش مشكله، لكن احنا اسفين جدا وبالنيابه عنه وجايين نعتذر لحضرتك مره ثانيه وثالثه ورابعه. خلاص عفى الله عما سلف. بعديها بساعتين ثلاثه فاجئ احمد حجازي ان استبعاده من المنتخب الوطني نهائيا طول ما موجود كابتن حسام حسن، علشان كابتن حسام هيعمل عداوه زي ما عمل مع عمر كمال واكرم توفيق وحسين الشحات وقفشه والناس دي كلها اللي نازل المفروض تلعب منتخب مصر، لكن حته العناد واللي بيعاند ربنا مش هيكرمه. علشان كده محمد صلاح اتفاجئ والنني اتفاجئ وتريزيجيه اتفاجئ باستبعاد احمد حجازي من المنتخب الوطني. اللي بنتكلم عليهم في حلقه اليوم الصفقه الاولى، الصفقه الاولى نجم ليل الفرنسي وهو ادم وناس، ادم وناس، ادم الجنسيه الجزائريه، صاحب ال 27 سنه من مواليد 96، لعيب بمعنى الكلمه سريع اشول متمكن حريف زاد عن اللزوم، عنده المراوغه، هداف بيجيب جوان من اي حته، والصفقه دي بيخلصها الاستاذ ممدوح عباس بنفسه مع صفقه مين؟ مع صفقه هقول لكم عليها دلوقتي، ادم وناس، وانا باكد لك هذا المعلومه اني ادم وناس هيكون قريب بنسبه 70 80% الى نادي الزمالك في حته الجناح، علشان بشكل كبير احنا ما عندناش غير مصطفى شلبي، وبيميل بعض الوقت ناصر ماهر للحته دي، وبيميل بعض الوقت احمد حمدي للحته دي، يعني عايزين جناح يكون جناح، يكون مركزه جناح، عنده السرعه والمراوغه والحرفنه زياده عن اللزوم، بيلعب في ليل الفرنسي يعني من اقوى الدوريات في فرنسا، والجنسيه الجزائريه، صاحب التالق والابداع وصاحب ال 27 عام ادم وناس، اللي يقترب بشكل بنسبه 75 80% الى نادي الزمالك. عايزين نأمن الحته الدفاعيه في الزمالك شويه بقى، وهنقول مين؟ هنقول مسؤول نادي الزمالك يتواصل برضه تحت قياده كابتن ممدوح عباس، يتواصل بوكيل اعمال احمد حجازي. وكيل اعمال احمد حجازي، يا كابتن دودي احمد حجازي كبير لكن عنده خبرات. احمد حجازي لما اجي العبه هلعبه مكان حسام عبد المجيد، ويلعب جنب مني المسلوسي، يا اما يلعب جنب مني الونش، ويرجع المسلوسي يلعب باك رايت زي ما هو، ويلعب محمود بنتاج شمال، وعندك في نص الملعب تبني الناس زي ما انت عايز. تبني الديفندرات زي ما انت عايز. تبني الحتت الهجوميه زي ما انت عايز.
تبني اي شيء في الحتت الهجوميه زي ما انت عايز، لكن في الحته الدفاعيه تبقى انت مطمن، مدافع جيد، مدافع متالق، مدافع عمل كل شيء وعمل اسم لنفسه كبير. احمد حجازي كابتن فريق منتخب مصر بعد محمد صلاح، وانا شايف احمد حجازي هيكون اضافه قويه جدا، ايضا بيخلص هذا الصفقه الاستاذ ممدوح عباس من تحت لتحت، من تحت لتحت. مسؤول نادي الزمالك يتواصل مع وكيل اعمال احمد حجازي في الوقت الحالي، وبنأكد هذا المعلومه ان حجازي بعد ما ربنا يكرم ويجي هيكون اضافه قويه في الحته الدفاعيه لنادي الزمالك. وبس كده اكون وصلت لنهايه حلقتي، بتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما افهم معاكم يا ريت نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدود سبارت. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقولي اشتراك يا فكره تشجيع عندنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.